Dacă o malumă fi răsincare, răsincare. رجعنا في رسينكاري هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكم مستمعين وين ما كنتوا في حلقة اليوم فرح برجب سوسر مع الشادي عرفاوي أنس بن مالك. السؤال: شنو أطول مغارة في العالم؟ مغارة علي بابا بخلاف اللي حتى حد ما يعرف وين موجودة في روسيا؟ لا في المكسيك في أمريكا لاتين يظهر لي فما مغارة طويلة ياسر. لا تذهبوا بعيدا. في تونس. في الجزائر. في تونس. في تونس الشمال الغربي. جبل الرصاص. لا لا هاني مش في تونس. لا فما في سريانة ما منعرفش كان. استنى في الشمال الغربي تنقول لك مش في. أطول منعرفش ما فما سريانة. استنى تنقول لك. هي في سريانة. في سريانة. أطول مغارة. عين الذهب في تونس هي أطول مغارة. من أكثر المغارات المكتشفة في تونس امتدادا حتى اليوم، طولها يفوت 3000 متر، موجودة في جبل السرج في وسط الجمهورية التونسية، يعتبر ثاني جبال البلاد ارتفاعا. المغارة هذه فيها 9 غرف منفصلة على بعضها، يتعدى منها نهر طبيعي جوفي. أهم ما يميز المغارة هذه هو النوازل باللورية اللي يتكونوا من الرواسب نتاع الكالسيت، وتبدأ هابطة كما الأنبوبة، موجودة في برشا كهوف ومغارات في العالم. تشوفوا هذا على الباج فيسبوك لباج اف ام. اما في عين الذهب النوازل البلوريه هذه تسمى الاطول من نوعها، على خاطر تتشكل عندها عشرات الاف السنين، يعني بتاع فيلم ساينس فيكسيون، ويوصل طولها بين 4.55 متر. لطف كان تهبط على حد ما انت خسارة تحكي على حاجة هكا في تونس وما توظفش حتى حد ما يعرفها. مغارة جعيطة قلبين بها الدنيا حزينة. انا توا بالحق يمشيوا لجعيطة واحنا ما نعرفش. انا نعرف جبل الثلج وقتها، انا تفرجت في وثائقي عليها، ارهاب جا فيه ارهاب وكل. سامحني انا تفرجت في وثائقي عملته التلفزة الوطنية يظهر لي، ومعاهم فرقة نتاع اكتشاف يعني فهمتني. نورمالمون هذه لو مسلك سياحي راهو نورمال، يجونا العالم كامل يعني باش يتفرجوا فيه. وفما عمليات غطس تصير ساعات يشوفوا يعني خاطر المياه الجوفيه غارقه شويه بليتو. وحاجه تعرف ايش انا صار؟ لا خاطر انا نعرف المغارات الكبار في العالم مزارات سياحيه قويه طبعا برشا. في روسيا نعرف سيركوي توريستيك خاطر معروفهم تاع روسيا. في امريكا كيف معناتها كان تونس كان اللي قلته صحيح. خاطر انا نصدقك ياما جينا عجيبه كيفاش رقم واحد المغاره رقم واحد في العالم وما فيهاش ما يعرفها حد، وقطب سياحي قطب سياحي كامل يجيوها من العالم الكل. فما احباء معناتها وما يعرفها حد سيركوي وتتهيا يقع تهي اتهى باش العباد تمشي. توريزم ايكولوجيك جوستومون معناتها عندك حاجه كيف من هذه. انا والله تصدمت بالحق على خاطر تشوف معناتها كي تمشي مثلا للمغرب اللي هما من اقل حاجه يصنع لك حدث معناتها من اقل معناتها في مشيت لوجده معناتها وجده كيما نقولوا نحن بالظبط كيما سلينا وجده يعرفوا يبيعوا هزونا في بلاصه بعيده وطالعين في الجبل ورحله منظمه هكا والوزير معانا والكل طالعين بلاصه باش مشينا خلطنا في الاخر هكا في طرف الجبل. فما كيما هي ما تنجمش تقول حتى كنيسه معناها نجم تقول مزار معناتها بيت تدخل كيما ما نعرفش اللي يعرف الغريبه. فما اكل هكا في الحيط الصدار هذاك كي تلقى فيه في الصدار نتاع الحيط فما وين تشعل الشمع وأكهو ما فما حتى شيء غير هذا باب قديم ملوح إيران. وفما قاعدين معناتها نشوف في قاعد يحكي لنا اللي حكاه لنا على اللي داير بالمزار هذا اللي هو بيت راهو معناها باب لوح خاين ما فيها حتى شيء. تشك اصلا اذا كان هي هما يقول لك كنيسه بتبيعها يقول لك كنيسه باش يبيع بلاده باش يقول لك عندها تاريخ وكان فيها هكا وكان فيها هكا وصار فيها هكا. مع اني متاكده اللي شفته البلاصة ما هيش حاجة كبيرة معناتها معلم صغير دار قديمة يمكن. هذا ما يطرح السؤال أنه الشيء اللي بنوه أوتوغيا سامي اللي سيركوي توريستيك في تونس معناه كيفاش يتحدوا على أي أساس؟ هل أنه حسب مقومات سياحة عام 70 وعام 80 وهل أنه اليوم السياحة تبدلت في العالم استشفائية ثقافية السياحة هذه متاع الكامبينج والناس تكتشف وغيره؟ يعني هذه مغارة موجودة في تونس أكبر
اكبر مغاره. اسمع تعرف خلينا كان اكبر راه كومبلي راه فما 50 اوتيل وكومبلي عام كامل. اسمع باش نكونوا خلينا نقولوا من اطول المغارات في العالم هكاك وشوفها طبيعيا كيفاش. والحاجه الاخرى اطول لا اطول انا اطول واحده في العالم وي سي مالوغو مي بون احنا ما نعرفوهاش. احنا لازمنا نعرفوها اذا كان هذاك موجوده معناها وعندها انفراستركتور بحذاها والي انستالي نورمالمون. انا تعبني موضوع السياحه في العالم هذاك متعب بصراحه. مش قديم قعدت في مخي في السبعينات خاطر هذول ما قدمناش من السبعينات شمس وباراسول و عندنا قداش واحنا نقولوا واحد لهذه لوتوريزم دو مارس مش معناتها نحيوها. لا هذيك قلتش هذيك نبنيو عليها وهذيك ما قلتش نحيوها فوالا. لكن فما حاجات اخرين اقتاب سياحيه بلدان اخرى تخدم على برشا حاجات يعني. هاي عندنا انهجه في تونس اسمهم نهج 18 جانفي 52 وراك ورا شرح بورقيبه فما نهج 18 جانفي 52 ان شاء الله. شنو يرمز التاريخ هذا؟ الثوره التونسيه انطلاق الثوره التونسيه يرجع ل 18 جانفي 52 تاريخ انطلاق الثوره اندلاع الثوره الكلمه اللي تتقال باهي فما تاريخ يقترن بحدث اخر زاد هو تاريخ اندلاع المقاومه المسلحه ضد الاستعمار الفرنسي وهو استجابه لدعوه الاتحاد العام التونسي الشغل. لا هو تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع السري للحزب الدستوري الجديد واللي طالب بالغاء الحمايه واعلان استقلال تونس. انعقد المؤتمر وقتها بعد ايامات من اللي شكاوى وفد تونسي مكون من صلاح بن يوسف محمد بدره بالمحتل الفرنسي عند الامم المتحده. وقتها جاوبت السلطات الفرنسيه بعنف واعتقلت في النهار اللي صار فيه المؤتمر رئيس الحزب لحبيب بورقيبه ومديره منجي سليم ونفاوهم الى تبرقه. بعد خمسة ايام اعتقلوا رئيس المؤتمر من هو؟ صلح. هو الهادي الشاكر. هادي الشاكر بالمقاومه التونسيه تسمى نهار 18 جانفي 52 علامه فارقه ومن الاحداث اللي خلت تونس تاخذ الاستقلال. فما نهج في صفاقس ونهج في ريانا اسمهم 18 جانفي 52 ونهج في العاصمه بيان سور نجم نراو تصوير الوفد التونسي اللي قدم شكوى ضد فرنسا من مجلس الامن في جانفي 52 فما عده مدارس ابتدائيه على الباج فيسبوك لاباج فيسبوك اف ام فما برشا مدارس هذاك اللي على اليمين محمد بدره اللي ما يعرفوش محمد بدره شخصيه وطنيه كبيره برشا وتنساه لاسباب ما نعرفهاش معناتها تو هادي شاكر نعرفوه صلاح بن يوسف خالد بدره لا محمد بدره بدره في الاسبيرونس عرفت في تونس تعرفوا خالد بدره الكوارجي مع احترامنا ليه وقدم الكثير لتونس لكن محمد بدره مناضل كبير وتنسيه صحيح وين موجوده المدينه اللي مبنيه تحت الصخور يعتبروها واحده من اغرب المدن مش في تونس هذه خاطر سكانها يعيشوا تحت اكبر صخره في العالم في المكسيك وما طيحش عليهم ما سبهم ليه ذولي ذولي لحد الان لا ما طيحش تعمل قبول ديارهم معناتها ينجموا يعملوا من اللي بنوها المسلمين وقت الاندلس غرناطة اسبانيا طيب في اسبانيا اكيد ما دام اني قلت هذا قرطبة هي مدينة اشبيليا سيتينيل 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 الطقس غادي ديما باهي يحسوا بالبرد في الصيف وبالدفء في الشتاء صح عليهم هي حاجة هايلة يعني كليماتيزور ما يدورش سقوف ديارهم او الديار هي الصخرة نفسها اكزاكتومون يبنيو تحت الصخرة. واللي تمنع عنه الحراره ولا البروده تخترقها، المدينه هذه موجوده في مقاطعه كاديز. قادش بالعربي. قادش بالعربي. شوف الطبيعه ساعات شنو تهديلك. منطقه سياحيه. الطبيعه شنو تهديلك ساعات؟ تهديلك حاجات. تهديلك دال لبلاش. تهديلك حاجات مزيانين بالحق. دال لبلاش اكزاكتومون. لا تصب دال لا تذبح علوش. العباد كي الطبيعة تهدي لهم حاجات شو يعملوا بيهم شو كيفاش الارشتكتير يلا ديتاي مخدوم شكون الممثل اللي قعد من غير خدمة في أول مسيرته لأنه رفض أنه يبدل اسمه ممثل مصري لا مش مصري أمريكاني أمريكاني أحسن لنا سامي يعطينا نديس ممثل أمريكاني اش معناها نحسر لك؟ اش معناها؟ ما قلنا ممثل تونسي امريكاني ماهوش تونسي وماهوش مصري وماهوش فرنسي وماهوش امريكاني وامريكاني فوالا جون ترافولتا لا جون ترافولتا هو من الممثلين يا فرح اللي تعتبر مسيرتهم قصه نجاح تقول لك شكون؟ نيكولاس كيج؟ لا اريسون فورد هو قال امريكاني سينو جوري دي روبرت فورد ديكابريو اما تالياني شو ايطالياني هو ليوناردو كابريو ليوناردو كابريو اي امريكي لكن اصله امريكي اصله هولندي
بوه ايطالي وامه المانيه هولنديه المانيه عاش كصغير في عالم المخدرات والعنف والاجرام، اما كان مغروم بالتمثيل وكان يقلد الشخصيات المشهوره في المكتب، ورغم انه كان يكره القرايه اما غرامه خلاه يكمل باش يوصل يتخصص في المسرح كي يكبر. هذاك اللي صار، كمل في الثنيه اللي اختارها واللي ما كانتش سهله، بدا من الاول يصور في السبوت بيبليسيتير، وبعد بداوا يجيوها ادوار صغيره في اول مسيرته. اقترح عليه واحد من الوكلاء انه يبدل اسمه ويعطيه اسم فني جديد اللي هو ليني ويليامز، اما ديكابريو رفض خاصه انه التسميه نتاعو عندها قصه، امه سميته ليوناردو على خاطر اول مره حست بيه والحمل نتاعها يعني كي يتحرك ساقيه كانت سارحه كما برشا نعرفهم يتفرجوا في لوحه تاع ليوناردو ديكابريو ليوناردو ديفينشي. بسبب الرفض نتاعو شمتوا فيه وقعد بطال عام ونص وعمل 100 تجربة أداء ما قبلوهاش. أما هو شد صحيح وباش وصل من مواليد 74، هو اليوم 74. من أشهر الوجوه في العالم ونجح أنه يولي اليوم ممثل وسيناريست ومنتج أفلام. وقت اللي خرج ليوناردو دي كابريو كان يقولوا ذا معناه خاطر بوغوس تو باش ينجح، ولكن يعني هو أول يكفي أنه تقول أنه الممثل المفضل ل مارتن سكورسيزي مثلا. اول عمل اللي شفناه في تونس عدى في فرانس 2 وقتها، في وقتها اونتين 2 في وقتها كان فما جيجالي تعدي لي سيري، فما سيري اول سيري يمكن تفرجنا فيها اسمها كواد نوف دكتور. كواد نوف دكتور مثل مثل في سيري كواد نوف دكتور، هو حليلته هكاك وصغير وإلي هوملس معناتها من غير دار، ما عندوش دار، فجابته العائله وجاك وقتها في الدور هذا في الدور جابوه ومثل يمكن 10 حلقات معاهم في الدار، عاش معاهم من بعد معناتها ريق الامور ومشى. اول مره نشوفوا ليوناردو دي كابريو واستغربت كيفاش ولا من بعد البطل هذاك بالطبيعه تيتانيك عطاه شهره تيتانيك والخدمه تجيب ماكينه والخدمه تجيب لا لا ممثل ممثل توا قاعد يعمل في الدور صغير بالكل معناها ما تعطيش بالكل. قول لك واحد البريفيري تاع سكورسيزي تقول لي ممثل حاجة أخرى يمكن شاد اللي تنجم تتوافقني فيها، الممثل اللي عنده الوسيم برشا وشعره أرتب وهكا سي ان هانديكاب، سي ان هانديكاب صعيب براد بيت مثلا صعيب باش يقنعك، فوالا صعيب باش يقنعك معناتها تركي تراها صغير ونقولوا احنا فريشك مازال فخي حتى شفته في الفيلم الأخراني نتاعو هذاك دو رونوفون ولا اسمه بعد شوف الخدمة الخدمة تجي توا قاعد يحضر في رول بعيد عليه جملة ستالين يظهر لي ستالين قاعد يحضر في رول ما عندوش بيه حتى علاقة وتوا نحيلوا الكلمة الى زميلتنا ايناس في شنو كم من عاد تحب تكمل فوت ترافيك وميتيوز مع بعض لا لا يا فوت ترافيك يلا يا فما فوت ترافيك راجعين